هذه بعض الأشكال من بديل الخشب المضلع، مصنوعة من خامات WBC، مقاومة للماء. المنتج يركب داخلي في المنزل، ما يركب يعني خارجي مع الشمس، ما يصلح. في منتجات ثانية شوي مقاربة لها تركب خارجي، بس هذا لا، هذا فقط داخلي. أسعارها جدا مميزة، مخفضة. هذا فيه لمعة، هذا هذا فيه عروق ذهبية، اسمها مو بواضحة كثير في التصوير، ولا فيه عروق ذهبية جميلة جدا. ما أدري كيف تطلع هذه في الفيديو. السلام عليكم. الآن بنركب هذا اللوح، ركب السيليكون عليه. طريقة تركيبه سهلة جدا، ركب السيليكون زين ويلاصق في الجدار فقط. هذا طريقة التركيب في متناول الجميع. احنا مقرنا في الدمام، نشحن الى جميع مناطق السعودية. يركب اي نجار يعني يضبطه 100%، او انت صاحب البيت اذا مجرد يعني سيليكون وينقص بالمشرط. هذا الشكل جميل، تو اليوم واصل. كيف؟ طبعا عليه نايلون او كيس يشيلونه بعد شوي على اساس تبين لمعه اكثر. شوفوا هذا الكيس عليه، افتحته شوف كيف بينت لمعه. هذا يستخدمونه حفاظا على نفس اللون. طبعا عيوب الجدار هذه كلها تختفي اذا تركب بديل الرخام، كلها تختفي هذه العيوب. تلبيس مباشره على اي جدار. ابن هذا كيس ابن. طبعا هذا الكيس للحفظ، يحفظ على نفس اللوح. هذا بالنسبة لبديل الخشب المسطح، كذا طريقة تركيبه. أشكال جديدة، وكل شكل له فريمات وله كورنيش، وبديل خشب مضلع نفس الشكل. إن شاء الله هذه أشكال جديدة، ثلاث ألوان، باقي الأبيض إن شاء الله.